والاعتراف والعرفان والشكر لهؤلاء الرجال اللي راهم معنا وغيرهم من الاحياء المجاهدين والأسرة الثورية وكذلك الشهداء رحمهم الله تعالى. نقول بأن الحمد لله لولا تلك التضحيات ما استطعنا ان نجلس على الاقل هذا المجلس، هذا المجلس اللي جمعتنا فيه المحبة والقوة وحب الوطن والعرفان التي تتم الصالحة. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الحمد لله. عادة نأبنا عليها منذ سنين والحمد لله سار وكذلك عليها وبارك الله في النجد، كما نجد كل الدعم والمسايرة من السيد فاضل السيد مدير المجاهدين الذي أحيل له الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. زميلي وأخي مدير الشؤون الدينية، الأسرة الثورية، المشايخ، إطارات مدير الشؤون الدينية، السيدة نائبة رئيس المجلس البلدي، أسرة الإعلام، السلام عليكم. نحن اليوم بمناسبة يوم الشهيد نحط الرحال في إطار الزيارات التي ذكرتها أخينا سينابيل، في إطار الزيارات التي ذهبت مديرية الشؤون الدينية بالتنسيق مع مديرية المجاهدين. اليوم حطينا الرحال في بلدية أغلال بيت بجمع عفوان مع أبينا المجاهد داود طلبة. صراحة فوق الكلام اللي قالوا أخي وزميلي مدير الشؤون الدينية، قول كلمة واحدة نتمناه، لأن هذو ناس ضحوا من أجل بنفوسهم، شهداء ربي يرحمهم ضحوا بنفوسهم من أجل الإعلام باش يطلع، المجاهدين كملوا المسيرة موراهم باش عطاونا البلاد كما راهي دوكا. حنا دوك لازم علينا، أقول لازم علينا نديرو كيما هما إذا قدرنا، لأنهم يديروا حوايج كبار، لأن هذاك جيل ذهبي تاع الجزائر باش قاوم الاستعمار بلا شيء ولا عنده كل شيء، حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. حنا نتمناو أبينا الحاج داود إن شاء الله نكونوا نتمناو ونكونوا كيما الشهداء اللي عطاو للبلاد، وكيما نتوما المجاهدين اللي كملتوا المسيرة. على ذيك احنا بالنسبة لنا كي نجيو لعندكم في الضيافة من هذا النوع باش نستشف الروح، أولا روح الشهيد اللي معكم، روح الشهيد وروحكم انتوما، لأن ما زالت متواصلة مع هذا الوطن ومعنا احنا، لأن احنا بالنسبة لنا انتوما الشمعة اللي كمضونا البلاد باش نمشوا وراكم. صراحة نتمنى نبقاو على النهج تاع البلاد هذنا باش البلاد تاعنا نمشيو الى مصاف اخر من ربي ان شاء الله، مصاف اخر وربي يقدرنا ان شاء الله. خلاصين خدمه للدين والوطن، حج مختار